صباح النور سيد شربل. صباح النور، كيفك اليوم؟ الحمد لله. يعني بالبداية كنت حابة أسألك عن تأثير التغيرات الجذرية المفاجئة كجائحة كوفيد 19 وانتقال الموظفين للعمل من المنزل دون تدريب على فعالية العمل. كيف ممكن أنه يصير العمل بشكل أو بشكله المعتاد ربما أو بنفس الإنتاجية التي اعتاد عليها رب العمل؟ رح نبلش من ناحية أنه اليوم وقت أنت أنا بنشتغل من البيت، الإنتاجية بحسب آخر تقارير بأول ما بلشنا من البيت كانت إيجابية، يعني كانت الأشخاص عم تشتغل أكثر لأنه في كثير قصص علينا خفت، يعني ما بقى عم نروح على الشغل، ما بقى عم نعلق بعجلة السير، ما بقى عم نعتل عن الرجعة، فالتوقيت كان لصالح الموظف اليوم، فالإنتاجية كانت تانية. بس مع الوقت بلش يتبين كثير مشاكل ثانيه يلي هي اثرت تحديدا على نفسيه الموظف وعلى البرفورمنس والاوتبوت تبع الموظف بالشغل. فمن ناحيه كانت ايجابيه، فالتغييرات الجذريه اليوم كانت بمطرح لصالح هيدي الشركة، انه قدرت تستفاد اليوم، يمكن خففت كهرباء، خففت رند، خففت كوستات معينه عليها. ومن ناحيه ثانيه الموظف كمان استفاد، خفف ضغط نفسي على حاله من ناحيه التواصل، ومن ناحيه انه على طول موجود قريب من البيت او بالبيت. نعم. بس كان في قصص كمان قدرت مع الوقت بينت لنا مش من الاول انه مش على طول الشغل من البيت هو شيء لصالح الموظف او حتى لصالح الشغل. نعم. طيب يعني هناك تحديات بارزة واجه أو تواجه دائما فريق العمل خلال العمل عن بعد. دعني أتحدث أنا وأنت عن كل نقطة منها. إذا ما تحدثنا أنا وأنت عن ضعف الاتصالات، هذا الموضوع هو يعني أزمة كبيرة خاصة في وطننا العربي وفي ظل يعني البنية التحتية للاتصالات السيئة ربما وغير المستحدثة. خبرني عن هذا الموضوع، لأي مدى أثر على إنتاجية العمال؟ المشكلة الأساسية اللي اختبروها كل الموظفين هي أنه نحن وقت نكون بالشغل الإنترنت، خلينا نحكي عن الإنترنت والتواصل من خلال الإنترنت، الإنترنت معمولة بالشغل لتحمل عدد هائل من الأشخاص أو عدد كبير من الأشخاص، بتكون معمولة بطريقة تقدر تتحمل كل الضغط اللي عم ينحط عليك. وقت راحت هالموظفين كلها على بيوتها، وصلنا على نقطة أنه الأشخاص منا بحضر البيت أو الإنترنت بالبيت لأنه تتحمل هالقد ضغط انه يكون في عليها اربع خمس اشخاص عم يشتغلوا بذات الوقت. ما ننسى نحن اليوم انه مش بس الموظفين اللي عم يشتغلوا على الانترنت، الاشخاص المجوزه كمان عندهم اولاد وعم بيتعلموا على الاونلاين، فصار الضغط هائل. فعم نعاني نحن اليوم من خلال انه نستعمل طرق انه نقدر نتواصل فيها مع الشركه، ناخذ الشغل، نحكي، نفوت على ميتينغز، فهيدا صار في تاثير كثير كبير علينا. نعم. وحتى على الجلوبال ابروتش زادت نسبه الكونسبشن تبع الانترنت ما يقارب ال 47% على سيرفيسز معينه، مما بحط ضغط هائل اليوم على كل شيء اسمه انترنت اليوم، كل شيء عم نقدر ناخذ منه. نعم. فهيدي صعوبه كثير كبيره اليوم، بس تحسنت شوي مع الوقت، في عالم عم يتابجريد السيستمز قدرت تريحي، في عالم قدرت الشركه امنت لها بتكون بمواقع مهمه امنت لها انترنت اكسس تستفيد منها. نعم. طيب شربل، ايضا التشتت كان من العوامل الواضحه لدى الموظفين، كان هناك مشكله كبيره من ناحيه انه اصبح يعني الموظف الذي يمارس عمله من المنزل هو مسؤول عن الكثير من الاشياء، مسؤول عن البيت، مسؤول عن الأسرة، عن متابعة اتصال الإنترنت مع الأولاد خلال درسهم. هذا الموضوع خلق تشتت كبير وعدم تركيز في أداء الوظيفة بشكل صحيح. لأي مدى أيضا هذا العامل كان واضحا وكان مؤثرا في خلق جو للعمل منتج؟ هاي لتكون صحيح هذا كثير اثر على الشخص، يعني نحن اليوم اخذنا الشخص من بيئه، خلقين له بيئه نحن يشتغل فيها، يعني بيجي عنده ترم الغداء، عنده وقت بيجي فيه على الشغل، وقت الفله، عنده البريكس اللي بياخذهم مع الاصدقاء بالشغل او بيعملوا الميتينغز فيس تو فيس، لغينا كل هول حطيناه بجو اللي هو عم بفل منه كل يوم الصبح، اللي فيه مثلا العائله، فيه الفوكس اللي عم تجي، فيه المطبخ والكونفرنس زون. اليوم طلبنا منه يكون فولي برودكتيف على تسع ساعات، هيدي كثير اثرت اليوم. هلا
هلا هيدي في لها طريقه حل، بس هيدي بتجي من عند الموظف مش من عند الشركه ولا من عند المدير اللي بتكون عنده طريقه، اللي هي انه بده يكون الموظف كمان حامل مسؤوليه نتيجه شغله، نتيجه البرودكتيفيتي والاوتبوت تبعه. نعم فالتشتت كان كثير كبير اليوم من ناحيه البيت، مزبوط هينا اليوم على الموظف انه ما يروح على الشغل، بس بالمقابل بينا المشاكل انه البيت وبيئه البيت كثير فيها متطلبات، بالاخص وده يكون شخص يا هو رب البيت يا هي الام او المراه اللي عم تشتغل كمان ما عندها مسؤوليه كثير كبيره تجاه نعم هذا الشيء. نعم شربل، هل بتعتقد انه العمل عن بعد نمى شعور الانفصال عن جو العمل، وايضا يعني عدم الشعور ربما بالانتماء للشركة؟ هيدا كمان فاكتور كثير اثر. اليوم نحن كلنا بنعرف وقت ننزل على الشغل بنغير جو، مثل ما بنقول بنروح بنتصل بنشوف رفقاتنا، يعني في شيء بيسموه الكولينج ووتر فرنشيب، اللي هي وقت حدا يروح يعبي مي بيقضي شخص بيحكوا مع بعض، بيحكوا شو عم بيصير في بروجكت. اليوم هول شلناهم، اليوم كل الشيء الموجود عندنا هو اتصالات. اليوم اذا ما حكاني حدا على كان سكايب مثلا او على حيالله تول بلاتفورم ثانيه، ما عندي اتصال بحدا من الشركه، ما عندي سنس اوف بيلونجينج بنسميه، فصار كل واحد لوحده عنده شغله وعنده عم بيسلم. في ضغط نفسي هيك عم ينحط على الموظف لانه ما بقى عنده هالملاذ اللي هو احنا بنسميه اور سكند هوم، يعني احنا اليوم بنروح بنقضي وقت بالشغل او اكثر من بنقضي وقت بالبيت. اخذنا هذا الشيء واخذنا عوامل الفرنشيب والسوشيال باكتس اللي موجودين، لغيناهم بطريقه حطينا الشخص بالبيت. فاكيد في كثير صعوبه اليوم على الموظف انه يقدر يتاقلم بالبيت وقت اخذنا كل هولي منه، وهن هولي كمان عامل كثير مهم للشخص ليرتاح بطريقه. نعم طبعا أيضا يعني هناك معضلة عدم توفر الأجهزة يعني المطلوبة ربما لدى الموظفين بشكل كامل. كان الموظف يعتمد على وجود جهازه اللي بتأمن له إياه الشركة أو المؤسسة، اليوم بات هو مطالب بأنه يكون في عنده هذا الجهاز، يعني يلقى على كتفه الكثير أيضا من المسؤولية يعني على الصعيد المادي وغير المادي، لأنه كمان مطالب بأنه باقة الإنترنت تكون أعلى ويكون هناك اتصال يعني أوضح ربما. أخبرني عن هذه النقطة أيضا. في شرك كثير عانيت، لأنه في شرك ما كانت مفكرة أنه اليوم معقول تطلب من حيالله موظف عندك تطلع على البيت، فكان عندهم مثلا يوم الماشينز اللي عم يشتغلوا كانوا ديسك توب سعادة، يوم الديسك توب ما بيتحمل كل يوم بيتاخد على البيت. فكان على الموظف أنه يا بده ينقل الورك ستيشن تبعه كله على البيت، مثل ما قلتي مزبوط أنه يا بده يعلي بيئة الإنترنت تبعه لأنه الكونسمشن بالبيت كثير صار عالي، يا كانت الشركه انحطت تحت ضغط انه تبلش تشتري لابتوبس لتقدر تامن هول الاشخاص اللي عم يشتغلوا عن بعد، تقدر تامنهم طريقه تقدروا يشتغلوا فيها. فالضغط كان كثير عالي اليوم من ناحيه الطلب على اللابتوبس، واليوم الاسعار كمان عم نحكي عم نركب كوستات زياده على الشركه، الاسعار منا اسعار رخيصه لللابتوبس. والموظف كمان نحن كل ما بنعرف الموظف ما في يتحمل اليوم كوست كثير عالي، بالاخص في هيك اوضاع اليوم اقتصاديه عم نقطع فيها، انه نحن نطلب منه هو يشتري لابتوب يقدر يامن حاله بالبيت. فكان في بمطارح اوقات في شركات هي عم بتامن، كان في يصير في حلول انه الشركه تدفع اسهم والموظف يدفع اسهم وبالاخر الموظف ياخذ جهاز معه، او كان عم يطلب انه ينتقل كل الورك ستيشن على البيت. بس هون في نقطة مهمة بدنا نقول انه مش كل الوظائف كانت تسمح بهيدي الابروتش، في كثير موظفين اضطرت على طول تضل تنزل على المكاتب لانه ما بيسمح شغلها تقدر تنقل من بيئة العمل اللي موجودة، من وراء انه يمكن السيستمز اللي موجودة الانترنت او حتى طريقة التواصل مع اشخاص بالشغل ما بتسمح انه يكون عم يشتغلوا. نعم طيب ايضا يعني كان هناك سؤال ربما يعني يوجد أو ربما يتبادر على ذهن الكثيرين عن إمكانية العمل على الحد من المشاكل التي تحدثنا عنها الآن، هذه النقاط التي تحدثنا عنها أنا وأنت، وإدارة فريق العمل عن بعد بقيادة حكيمة، كيف يمكن أن يكون ذلك؟ اليوم الشغلة الحلوة اللي صارت أنه هذا ما أنه شيء جديد، اليوم من بعد الجلوبالايزيشن، اليوم من بعد ما فتحوا الأسواق كلها على بعضها، اليوم نحن الشركة كلها بتوظف من برات المنطقة اللي هي عايشة فيها، من برات البلد اللي هي عايشة فيها. فالابروتش كانت انه نقدر نحن ننظم عمل الفريق، المدير يقدر ينظم عمل الفريق كانت موجودة. مش اللي كانت للشركة اللي ما بحياتها اعتمدت هيدي الطريقة وحتى وظفت من برات المنطقة اللي هي فيها.
يوم رح اقول لك شو مش لازم ينعمل تنهين على الاشخاص، شو مش لازم ينعمل اليوم كمدير وقت يكون عم يشتغل مع الفرق. اليوم مش لازم نعمل شيء اسمه مايكرو مانجمنت. مايكرو مانجمنت يعني بدنا نفوت بادق التفاصيل تبع كل شغله عم يشتغل الموظف، لانه نحن بمطرح لازم نكون مأتمنين على الفريق العمل تبعنا وعلى موظفينا انه هن عارفين شو مسؤولياتهم، شو التسليم اللي بده يصير. اما الشغله الثانيه اللي مش لازم كمان تنعمل وتطلب انه ما تنعمل هي خرق البرايفسي تبع الموظف. نعم. اليوم في ابلكيشنز نزلت بالسوق بتجبر الموظف يكون فاتح ويب كام ضمن ساعات العمل. هيدي كانت مشكله كثير كبيره انه الموظف قاعد في حدا عم يتفرج عليه من المدير او من اشخاص ثانيه بالشركه، انه هو على طول موجود قدام اللابتوب او قدام الكمبيوتر وعم يشتغل من خلال دوام العمل. هيدي مشكله ات انفيدز ذا برايفسي تبع الموظف، بتحط الموظف تحت بريشر انه هو بده يضل قاعد نوينج انه هو القصص بتشتغل كثير لانه في ضغط نفسي وجسدي بتصير على الموظف ضمن القعده اللي بتصير. نعم. فالمهم انه على طول كمدير اليوم بس عم ساعد كمدير خلي بيننا اتصال كل جمعه او كل جمعتين تقريبا في اتصال مع كل الاشخاص اللي هو مسؤول عنهم يحكي معهم، وحتى اوقات يصير 1 اون 1 باي ويكلي بمطارح يقدر يطمن عليهم ويشوف شو في مشاكل معقول يكونوا واعيين فيها. هي هلا هيدي افضل طريقه يقدروا يتوصلوا لحلول للمشاكل اللي عم بتبلش تظهر معنا من خلال الوركينج فروم. نعم، ربما اهميه ما تحدثت به هو الاضاءه على انه دور المدير هو تقدير الموظف وشكره وتحفيزه على عمله في هذه الظروف وعدم التطلع الى هذه التفاصيل، ولكن يعني هذا يعود بإنتاجية أكبر على الموظف وعلى الشركة إذا ما تطلعنا على التفاصيل الصغيرة، يعني أنا نطلع على النتيجة أكثر من التفاصيل الحياتية اليومية، صحيح هذا ما تقصده؟ اللي بدي أقول إنه التحفيز هو واحدة من أهم الثلاث أسباب للموظف، التحفيز والتقدير هو واحدة من أهم الثلاث أسباب للموظف يفل من الشركة. المعاش منه على طول كان السبب الاول لانه العالم بتفل، العالم في اوقات بتفل لانه شغله ما عم يتقدر، في عالم ما عم بتشوف هذا الموظف قد ايه عم بيتعب، شو عم بيأمن، شو عم بيسلم. فاليوم بالوضع اللي نحن فيه عم نحكي انه هول الاشخاص فلوا، صاروا ببيئه قاعدين لوحدهم عم بيشتغلوا، ما بقى هن ببيئه العمل. من وراء هيدي المشكله اليوم التحفيز والتقدير عند في مسؤوليه كثير كبيره على المدير انه يكون مطلع على هول الاشخاص اللي عم بيحطوا جهد تيقدروا يسلموا ويعلوا هالبرودكتيفيتي ويعطوا هالاوتبوت للشركه. ففي في طلب خاص لكل مدير اليوم انه نقدر احنا نشوف هالموظفين، نقدر نشكرهم على جهودهم ونحفزهم. يمكن ما نقدر نحفز، وانا بعرف في شركة عاده كانت معوده تعطي كاش فور تحفيز معين، وش عاده مش على طول موجود بالاخص بالاوضاع، بس فكره انه المدير على اطلاع بتعب الموظفين وعلى شكرهم على تحفيزهم على مطرح معين مع الوقت، وهذا الشيء بيساعدهم، هي نقطه كثير مهمه تيخلي الموظف يوم عم بيقدر يداوم التسع ساعات بطريقه ذكيه منتجه ويقدر يكفي ويعطي للشركه. اذا شربل ابو حنا المدرب في تطوير الاعمال، بدي اشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات القيمه، حدثنا عبر السكايب من بيروت.